ولمناقشة كل ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة السيد سعد الدغمان، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. سيد سعد، مرحبا بكم، سعيدين جدا بلقائكم من جديد. تظاهرات في البصرة وميسان وأيضا في محافظة ذي قار، هناك محاولة لاقتحام ديوان محافظة البصرة، كيف تقرأ ما يجري سيد سعد؟ حياك الله أخي محمد، أهلا وسهلا بك وقناتكم الكريمة وبالمشاهدين الكرام. أخي العزيز، يعني آخر الحلول الكي مثل ما يقولون، هذه التظاهرات يعني آخر الحلول لدى المواطن، رغم أنه ما حد لا سبيل يعني لحل، هذه تظاهرات من دون فائدة لأنها غير منظمة عفوية، يخرج المواطن نتيجة معاناته من انقطاع التيار الكهربائي وسط حرارة لا تطاق، وسط درجات حرارة مرتفعة جدا يعني في بلدان أخرى تحتسب، أو حتى في بعض محافظاتنا العزيزة، هذه أجزاء من هذه الحكومة منحت المواطنين إجازة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الحرارة كارثية ولا حلول للكهرباء، هذه المعضلة التي صرفوا من أجلها مليارات الدولارات دون طائل دون نتيجة. الظاهر أو اليقين أن ورائها جهات سياسية تستخدم هذه الورقة للضغط على الشعب أولا، أو للضغط باتجاه مصالحها، أو للضغط باتجاه خصخصة هذا الجانب الحيوي من حياة المواطن، الامتصاص دمه كما تمتصه الميليشيات وهذه الأحزاب التي تتسلط على رقاب العراق. سي سعد، عند ربما الاتصال مع يعني المعارف في بغداد وفي بقية المحافظات، يحللون بطريقتهم الخاصة ولهم الحق في ذلك، يقولون أو يقول بعض المواطنين أن عدم إصلاح المنظومة الكهربائية مقصود، هل تتفق مع ذلك سي سعد؟ بكل تأكيد هو مقصود، وإلا ما مرت هذه السنين 15 سنة يعني من عمر هذه التي يسمونها حكومة دون حل لهذه المعضلة، أي معضلة هذه التي تواجه البلد كل هذه السنين وصرفوا عليها مليارات الدولارات دون طائل دون حل. مشكلة الكهرباء بسيطة، هناك شركات دولية عالمية متخصصة في هذا الجانب، يؤتى بشركة رصينة تحل هذه المشكلة والسلام عليكم، خلال شهور عديدة، خلال سنة وليست 15 سنة أخي العزيز محمد، هي مقصودة. هناك جهات مستفيدة من وراء هذا انقطاع التيار الكهربائي وبقاء الحال على ما هو عليه منذ 15 سنة، أغلب المستفيدين بل أبرزهم إيران، ها هي قطعت الخطوط على خطوط الإمداد عن البصرة وعن ديالة لتستشري هذه الحالة وسط ارتفاع درجات الحرارة القاتلة الذي يعيشه المواطنون في عموم القطر وليس في البصرة، لكن البصرة لارتفاع درجات الحرارة عموما، معروف البصرة بارتفاع درجات الحرارة في أيام الصيف هذه. ولذلك هناك سي سعد، هناك غرابة في الموضوع، غرابة من ناحية أن إيران تدعم الحكومة والحكومات السابقة وأيضا تشارك بشكل فعال في صنع القرار السياسي في العراق، لكن الغرابة أنها في نفس الوقت تقوم بقطع التيار الكهربائي عبر خطوط الإمداد، كيف تفسر هذا التصرف سيد سعد؟ بكل تأكيد هي إيران هي التي تدير مفاصل الحكومة منذ 2003 لحد اليوم أمام أنظار المحتل الأمريكي، هي المستفيد الأول مما يجري في العراق. عمليات استيراد الكهرباء يعني تسيطر عليها بالدرجة الأولى الشركات الإيرانية العاملة في هذا المجال، توريد الكهرباء واستيرادها من إيران، الوقود الذي تدار به الكهرباء من إيران، المستفيد الوحيد إيران من أزمة الكهرباء كما في الأزمات الأخرى التي يعانيها البلد، الزراعة والمياه وغيرها. الأبرز الآن التي يعاني منها المواطن الكهرباء، تستفيد منها إيران، تقطع لاستمرار هذه العقود أو لاستمرار استيراد الكهرباء منها، لاستمرار استيراد الوقود الذي تدار به المحطات، أو لخلق الأزمة لتستمر الحالة على ما هي عليه وتبقى الحاجة قائمة لإيران.
هذا ملخص يعني معروف. سيد سعد، هناك من دعا مثلا على سبيل المثال نور المالكي دعا إلى تشكيل الحكومة عن طريق الأغلبية التي تحصل على أكثر مقاعد في البرلمان، تعتقد أن موضوع الأغلبية سيحل مشاكل العراق خاصة الخدمات، صحة، تعليم، كهرباء، والقائمة تطول في ذلك، تعتقد ذلك سيد سعد؟ بكل تأكيد لا، لأن نور المالكي سبق أن كان له دورتان انتخابيتان وحقق الأغلبية ربما كما يدعون ولم تحل، بل زادت وتفاقمت مشاكل العراق سواء في الصحة أو حتى البطاقة التموينية اللي هي أبسط مشكلة وأبسط الأمور التي من الممكن أن توفرها الحكومة، خلق منها مشكلة نور المالكي وأزمة يعيشها المواطن بسبب نور المالكي نتيجة فقدان الحصة التموينية والبطاقة، تجهيز البطاقة التموينية. هذه الأغلبية هم يضحكون فيها على الشارع العراقي أو يشغلونه بما يسمى الأغلبية السياسية وهذه المسميات والانتخابات وسانتياغو وما عرف التفاصيل، هذه كلها للضحك على ذقون الناس، والناس عايشة في أزمة قاتلة منذ 15 سنة وحتى الساعة هذه. طيب سيد سعد، إذا ما انتقلنا إلى التظاهرات والاحتجاجات يعني في محافظات الجنوب في ميسان وذي قار والبصرة طبعا وفي باقي المحافظات، ولكن التركيز هذه الأيام هي في تلك المحافظات باعتبارها أن هذه المحافظات هي الأكثر في ارتفاع درجات الحرارة، هل باتت ثقافة التغيير الشامل في العراق لدى القاعدة الشعبية، هل هي تظاهرات وقتية ستنتهي بانتهاء الأزمة إذا انتهت الأزمة طبعا، أم أن ترى أن يعني عملية التظاهرات والاحتجاجات ستستمر ما دام هناك نقص في الخدمات؟ سيدي العزيز، هي التجربة حاضرة أمامنا منذ عهد الاحتلال إلى اليوم 15 سنة، التظاهرات دائما عفوية غير منظمة، لم تكن وراءها جهات معينة لتنظم تظاهرات المواطنين بشكل عام، ولذلك هي تنتهي يعني موسمية، فكانت تكون موسمية ربما بتجهيز المواطن بساعات أكثر من الكهرباء تنتهي هذه التظاهرات ساعة زوال الأزمة شكليا وقتيا ولن تستمر، وإلا كان استمرت منذ السنين الماضية لسوء الخدمات وتردي الخدمات بل عدم فقدان الخدمات في البلد بشكل عام منذ 15 سنة، لم تظهر مظاهرات بالمستوى المطلوب كما ظهر في بلدان أخرى في تونس مثلا أو في مصر، هذه البلدان يعني وضعت حل جذري لما يعانيه الشعب عبر تظاهرات، إلا أن المظاهرات لدينا موسمية تتحكم فيها جهات سياسية متنفذة وأحزاب. طيب سيد سعد، إذا يعني نحن ناقشنا معكم يعني الكوارث التي حدثت في العراق وأزمة الطاقة الكهربائية التي لم تنتهي منذ 15 عاما، ولكن إذا ما بحثنا معكم سيد سعد الحلول، يعني ما الذي يجب عمله لكي ربما تكون هناك حلحلة لأزمة الطاقة الكهربائية في العراق؟ سيدي العزيز، هي أزمة الطاقة الكهربائية متولدة عن أزمة الحكومة باستمرار، يعني مستمرة مع تعاقب الحكومات أو ما يسمونه الحكومات منذ تشكيل مجلس الحكم سيء الصيت وحتى اليوم. الحل لا يكون بتغيير مثلا فلان والإتيان بفلان من حزب معين أو جهة معينة، التغيير لابد أن يكون جذري. ما فائدة التغيير إن أخرجت قاسم الفهداوي من الحزب الإسلامي وأتيت بشخص يتبع مثلا حزب عمار الحكيم أو التيار الصدري، كلهم مسكوا وزارات سيادية أو خدمية ولم ينجحوا فيها ولم يقدموا للمواطن سوى الفساد وقلة الخدمات بل انعدامها وسوء سمعة البلد بشكل عام وانتشار الفساد وتفاقم هذه الأزمات بشكل عام، يعني دون استثناء ودون ذكر أي اسم، الكل في صفة الفساد متساوون. نعم سيد سعد، ولا يختلف فلان عن فلان. من البصرة السيد سعد الدغمان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.